سيد معوض يمشي السيد يعطي باس وكرة بخطا آخر من دفاع الوداد والصعبة ودومينيك دا سيلفا وفرصة والكرة الهدف الثالث. الهدف الثالث من دومينيك، الهدف الثالث من دا سيلفا. خطا فادح غير مقبول، غير مقبول. هذه الهفوات في دفاعات الفريقين. ومانويل جوزيه يتقدم من جديد، الوداد يقبل هدف ثالث. أهداف حقيقة غريبة وغريبة جدا، وفرحة الزملاء الإعلاميين بانتمائهم وبتشجيعهم لممثلي مصر النادي الأهلي القاهري. 3-2 من دومينيك دا سيلفا. كرة دخلت في العمق، خرج باش يعمل بصايد، مش معقول. دومينيك يهرب أمام المياغري، يتعدى ويحط أغلى هدف لأغلى نقاط في بداية المشوار للنادي الأهلي حاليا. مش ممكن الدفاع الودادي، مش ممكن دفاع كازابلانكا. شوف الهدف الثالث، خاف من ضربة الجزاء نادي المياغري. نادي المياغري نعرفوه أكثر جرينتا في مثل هذا الكونتاكت مع المهاجمين، لكن هو خاف من بينالتي، حاول يفتك الكرة من غير فوت، من غير خطأ. وما المصري